هنستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبدأها من شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. خلونا نبدأ تحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، في شوارع تانية فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. كمان شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، والاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان بيشهد ازدحام نسبي. نروح مع حضراتكم لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك طبعاً كثافة مرورية متحركة بتفضل مستمرة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي فيه سيولة مرورية. لو رحنا مع حضراتكم لمحور المرور الخاص بكثافات الوصول للمنصة، المحور ده فيه كثافات مرورية وهتشهد كمان كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بيشهد أيضاً بعض الكثافات. ننتقل مع حضراتكم لمحافظة الجيزة، هنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان هتبدأ تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. يفضل للمتجه إلى المهندسين أنه ياخد محور كمال عامر ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هيتلافى أي كثافات مرورية. في الاتجاه الآخر بنشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان، ولو رحنا مع حضراتكم لطريق المريوطية الدائري هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وصولا إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية، كمان هيشهد كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. كمان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة إلى حد ما في شارع السودان وجامعة القاهرة ووصولا إلى ميدان النهضة وبولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صفط اللبن هيشهد كثافات مرورية دلوقتي هتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات مرورية متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. هتظهر كمان زي ما احنا متابعين مع حضراتكم دلوقتي على الخريطة كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. وناخد بالنا كلنا ان شوارع الجيزة والمحاور كلها مراقبة بكاميرات المرور، ناخد بالنا جدا طبعا بالالتزام بالسرعات المقررة بالشأن ده عشان ما يحصلش اي مشاكل، كمان ربط الأحزمة وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح مع حضراتكم لمحافظة القليوبية. محافظة القليوبية لو انت جاي من محافظات الدلتا زي منوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش اي كثافات مرورية للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. بالنسبة للي جاي من الطريق الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد. الاتجاه التاني بيشهد كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق ومنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا مع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا الكثافات المعتادة في الشارع الرئيسي طبعا في محافظة بورسعيد اللي هو شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما توصل لشارع 23 يوليو ونروح منها على طريق طرح البحر اللي هيشهد سيولة مرورية. من طرح البحر هننتقل لشارع الجمهورية في بورسعيد في كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. بالنسبة للطقس النهاردة الطقس هيكون إن شاء الله شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء في استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة وده بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع، بتتراوح درجة الحرارة ما بين 3-2 درجة حرارة مئوية وكمان هيكون أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 42 وأقل درجة حرارة هتكون في محافظة مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.